نروح مع نجمنا المصري محمود حسني، حصد 3 ذهبيات في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب، نهنيه ونبارك له. واحد من الأسماء العظيمة اللي تشرفنا دايما نتحدث عن الأسماء الكبيرة في كل الألعاب في مصر، إن احنا عندنا ألعاب بتشرفنا قوي. سيبكم من اللي بيحصل في الكورة دي، بس في ألعاب تانية حقيقي بتشرف بلدنا وبتشرف علم بلدنا وبيرفعوا علم بلدنا في كل مكان. كابتن محمود صباح الخير، مشرف ومنور ومليون مبروك. صباح النور، الله يبارك فيك يا ربنا يخليك. شرفتنا واداء رائع جدا وسلسله نجاحات مش طبيعيه في بطوله واحده وفي المكسيك 3 ميداليات ذهبيه. قول لي كده الظروف في هذه البطوله، ازاي وصلت لهذه المرحله الرائعه اللي بتشرف بيها كل واحد في بلدك؟ الحمد لله ربنا كرمني، يعني بسبب مجهود اللي بذلته التمرين ومجهود الكباتن معايا، يعني الحمد لله قدرت ان احقق ده، وقدرت ان اكثر حتى من الرقم العالمي. ده كان حلم، يعني ده كان حلم بالنسبه لك؟ ده اكيد طبعا كنت بحلم بيه طول عمري، الحمد لله رب كرمني وحققته. وانت رايح كنت متارجت او عندك هدف انك تاخد الميداليات دي؟ كنت متوقع ان انت هتاخد الميداليات ديت، ولا كان التوفيق والظروف بتاعت البطوله؟ يعني انت في طبعاً في لاعبين بيبقوا رايحين. انا كان عندي قلت انا كان عندي احساس ان انا ان شاء الله هعرف اعمل كده. الثلاث ميداليات ولا اكتر ولا اقل ولا كان، ولا انت خدت كل لا حاجه؟ هم 3. هم انت خدتهم كلهم يعني؟ الحمد لله. يا رب دايما موفق ودايما مفرحنا ودايما مشرفنا. انا بشكرك شكرا جزيلا، حبينا نهنيك وحبينا نقول لكل الشعب المصري ان احنا عندنا ابطال عظيمه جدا، وحبينا ننور النور على بطل عظيم، بطل كبير، كابتن محمود حسني لاعب منتخبنا لرفع الاثقال، فاز ب 3 ميداليات ذهبيه في منافسات ميزان 89 كيلو جرام.